ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده احنا فيديو جديد مع بعض، وفيديو النهارده طبعا صدمة زي ما انتم شايفين كده. الفيديو الصراحة النهارده زي الزفت بمعنى اصح، ما ورايا حاجات كتير قوي زي ما انتم شايفين. انا والله من طبعي ان انا بغسل على طول المواعين اول باول، بس ايه اللي حصل؟ يعني الحمد لله طبعا بقى انتوا اكيد مقدرين لما تكون ام لثلاث اطفال، وطبعا بقى فيهم طفل صغير مثلا بقى بيسنن والعيط والزن وعاوزك بقى تشيليه وتسيبي اللي في ايدك، يعني بصوا بقى دي تولع وهو عايزك تشيليه. مش مهم، مش مهم اي حاجه تحصل خالص، المهم يشال ويقعد ساكت ويتدفى كده وايه، وكمان برضو ما يسكتش وما ينامش. طبعا بقى ده اللي دي بتكون النتيجه بقى. وطبعا بقى بنتين الكبار برضو عيط وزن بقى، كل واحده فيهم عايزه حاجه معينه، فطبعا بتضطر تسيبي اللي في ايدك. بقوم قايله هقوم اعملهم دلوقتي، اجي ابص برضو حد فيهم سكت يحصل حاجه تانية، برضو لازما حاجه تحصل. المهم قلت بقى هصحى من النوم النهارده كده بقى وابقى فرفوشه كده ونعنوشه واحاول اخلص اللي ورايا، قلت احاول انجز بقى. جيت هنا شغلت الغساله على شويه هدوم كده عندي، وقلت بقى اشوف الجمال والروعه والحاجات الحلوه اللي ورايا دي. طبعا قلت اول حاجه ابدا كده بيها بلي المواعين، شايفين ما شاء الله هرم، يعني كل كل حجم الحضين عامل هرم قدامي كده. فقلت استعد كده اقول بسم الله الرحمن الرحيم وابدا ادخل على المواعين كده بقلب جامد، عشان المواعين طبعا هي المشكله الكبيره بالنسبه لي. جيت هنا شايفين الارض ما شاء الله جميله جدا جدا زي الفل. عملت السجاده كده غسلتها على الناشف، جبت طبق معايا فيه ميه بصابون بشويه خل ودعكتها جامد وحطيتها في البلكونه بقى في الشمس، قلت طبعا تتعقم كده شويه عشان الغيبوبه اللي كانت فيها. شايفين طبعا ابني، بس كنت كل ما احاول اجي اعمل حاجه هنا كان يجي يقعد جنبي على السجاده طبعا وبهدل لي الدنيا زي ما انتم شايفين. عندي هنا كده شويه هدوم برده محتاجين يتغسل، ما تبصوش عليهم، شايفينهم خلوهم بعيد كده على جنب محدش يبص عليهم خالص. اما اخلص بقى وننشر بقى واخلص الهدوم دي كلها، كمان ابدا ادخل على الهدوم التانيه دي احطها برده دوره في الغساله. فدلوقتي بقى قلت اول حاجه ابدا كده بالمواعين عشان تريح بقى شويه. طبعا الصدمه كلها هي المواعين دي. وطبعا هقول لكم على حاجه حلوه جدا، انا في الشتاء ما بغسلش المواعين بميه ساقعه نهائي. طبعا السخان الحمد لله السخان موجود، فبغسل كل حاجه بالميه السخنه. دي اهم حاجه احب اقول لكم عليها، اوعي تغسلي المواعين بالميه الساقعه. طبعا هتغسليهم بالميه الساقعه هيجيلك كآبه كده بقى وخنقه، مش هتحبي تعملي حاجه خالص. الصراحه بحط مثلا جنبي الموبايل واشغل عليه اي حاجه كده واسمعها وانا بغسل المواعين عشان ايه تتنشطي كده شويه. اي فيديو مثلا في قنوات كتير جدا انا بحب اتفرج عليها، قناه منوعات رودي دي صاحبتي بتفرج على الروتينات بتاعتها بتعجبني جدا، وقناه عيشي حياتك. عيشي حياتك دي بصوا من القنوات اللي انا بسمعها وبجد بتعجبني جدا جدا جدا، بحس فعلا بتنشطني كده وبتديني طاقه حلوه قوي. في قناه برضو شيماء فوده انا مش عارفاها، هو يعني قناه عيشي حياتك وشيماء فوده دول مش صحابي ومش عارفاهم والله، بس عامه بحب اتفرج على فيديوهاتهم جدا. وقناه دودو شانل برضو، القنوات بجد اللي بيدوني كده نشاط وبجد بيحسسوني انا لازم اقوم واعمل كل حاجه بسرعه، بجد بحب القنوات دي قوي. تمام، فانا دلوقتي هقوم بقى اشغل فيديو كده ليهم وابدا كده اغسل المواعين مع نفسي كده. طبعا مش هحب اغسلها معاكم كده عشان ما تصدموش، فدلوقتي هغسلها وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. دلوقتي بقى حابه اقول لكم على حاجه مهمه جدا جدا وانا بغسل المواعين. اول حاجه انا جبت هنا طبق معايا، طبعا زودت فيه اللي هي نسبه زودت هنا فيه، طبعا مش حاطه تقلي المواعين بقى بريل دي الحاجات يعني بتاعت فيري الحاجات دي، وبحط هنا عليهم طبعا شويه ميه دافيه كده بقى عشان لما اجي طبعا استخدم طبق طبق تبقى الميه فيهم سخنه كده وحلوه وتشجعك ان انت ايه تغسلي المواعين. تمام، حطيت هنا برضو معاهم شويه خل، يعني طبعا المواعين دي طبعا بالنسبه لي شكلها مقرف جدا، فطبعا عايزاها تتعقم كويس وتبقى حلوه. حطيت هنا شويه خل، وكانت عندي هنا ليمونه انا كنت عصرها ومستخدماها يعني، بس كان لسه فيها عصره فقمت جاي عصرها عليها كده كويس. تمام، بحيث طبعا المواعين تتعقم معايا بعد المنظر اللي انتم شايفينه الجميل ده وتبقى حلوه. تمام، يعني اي ليمونه الصراحه عندي عصرتها مثلا على اي اكل عندي بسيب الليمونه، طبعا لو على اكل نظيف يعني مثلا دلوقتي عملت فول وعصرتي عصره ليمونه على الفول بخلي الليمونه دي على جنب، اما باجي اغسل المواعين بحطها كده في طبق المواعين معايا وحطيت عليه شويه ميه وشويه خل زي ما قلت لكم. تمام، هغسل بقى طبعا دلوقتي المواعين الجميله دي ونرجع تاني مع بعض. وزي ما احنا شايفين كده انا خلصت كل كميه المواعين دي، غير طبعا بقى المواعين اللي هي الاطباق المعالق الصغيره بتحط طبعا في رشات المواعين، فالحمد لله خلصت كل شويه دول من المواعين. وعندي هنا بقى وهنا برضو الغساله خلصت شويه الهدوم دول، هدخل بقى على شويه الحلوين قوي اللي هناك دول،
هدخل عليهم بس شويه تانيين دول على الارض، واحاول برضو اجيبهم، هغسلهم الاول كده غسله في البانيو، وبعد كده اقوم جايباهم حطاهم في الغساله. تمام، هعين بقى دلوقتي بقى كل المواعين دي بعد ما تتصفى ونرجع تاني مع بعض. ودلوقتي انا خلصت كل حاجه ورايا ودخلت البلكونه ونشرت الهدوم طبعا، بس عشان مش هعرف اتكلم وانا جوه البلكونه طبعا عشان ما اتفضحش في الشارع. المهم يعني هوريكم طبعا دلوقتي انا عملت ايه. السجاده على سور البلكونه، وبحب احط الهدوم الالوان كده على الحبل الكبير، هوريها لكم كمان على الحبل الكبير، وعلى المنشر بتاع الهدوم اللي جوه اللي انتوا عارفينه اللي هو الستاند الحديد ده، بنشر عليه الهدوم مثلا الفاتحه شويه بيضه بيج كده يعني، فباجي انشرهم جوه عشان طبعا الحبال مش مقضيه. واللي على سور البلكونه ده عشان كان في كذا حد سالني، ده اللي هو الراوتر الخارجي بتاع النت وكده، احنا حاطينه كده ده بيزود السرعه اكتر يعني وكده في الشارع بره. تمام، فدلوقتي بقى انا هوريكم الهدوم انا عاملاها ازاي، هحاول اصور لكم بقدر الامكان يعني. ودلوقتي زي ما احنا شايفين كده بعد ما خلصت نشير، جيت هنا عندي غسلت الحوض كويس جدا، وكمان هشيل بقى الفوطه دي كمان هحطها في الغسيل اللي عليه الدور وكده، فعملت الحته دي كلها. وطبعا انا كنت انا مخلصه المواعين هنا برضو، اللي غسلت البوتاجاز والحمد لله زي ما انتم شايفين كده زي الفل اهو. بس زي ما قلت لكم قبل كده برضو، نفسي حد بس يقول لي ازاي اشيل الورق بتاع الفرن ده، لان انا الصراحه مش عارفه خالص. ناس كتير قالت لي انت اكيد شغلت الفرن والورق كان عليه، فده بصراحه مش عارفه اشيله ازاي. خلصت الحمد لله كل حاجه ولسه لي هنا الارض. انا الصراحه يعني حطيت شويه ميه على الارض وبشد بالمساحه بعد كده زي ما انتم شايفين كده، بشد كل حاجه هنا طبعا عند بتاعه الصرف دي. وبقى طبعا ما بخلص كل حاجه كده بحط دول كده في جنب، وبحط ايدي فيها شنطه او كيس مثلا عندك، وبشيلهم طبعا ارميهم في الباسكت وكده. تمام، فانا دلوقتي بقى هحاول اشد كل الارض طبعا، اشيل بس منها جزء من الميه بحيث اما اجي امسح بقى عندك مثلا بفوطه او كده عندك يبقى الموضوع سهل، ما يبقاش في ايه بقى الكلام ده كله يبدا في الفوطه ويضايقك وانت طبعا بتمسحي وكده، فهتبصي كل شويه تلاقيكي عايزه تقومي تغسلي الفوطه كويس. فلا، فانا الاول بتخلص بس من كل حاجه كانت على الارض زي ما انتم شايفين كده طبعا، وبعد كده بحيث اما اجي المهم وامسح بقى الارض يبقى الموضوع اسهل معايا، ما بقاش فيها ايه حاجات كتير يعني ماسكه وكده. تمام، انا دلوقتي هخلص كل الجزء ده والم زي ما قلت لكم الحاجات دي، وبعد كده ايه همسحها بقى ونشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. وكمان دلوقتي انا كنت حاطه المشايات، غسلت المشايه الصغيره البني اللي كنت بقف عليها هنا عند الحوض، غسلتها مع المفرش اللي كنت بفرشه هنا على السجاده على الارض، غسلتهم برده وحطيتهم هنا عندي على الحبل في البلكونه. هنشوف مع بعض اهو بلكونه المطبخ. ودلوقتي خلاص الحمد لله خلصت كل حاجه، شايفين بقى انا غيرت الفوطه هنا وزي ما قلت لكم بقى، وفرشت هنا برده الارض، والحافظه بتاعت اللي هي المشايه الطويله اللي هنا دي برده بفرشها دايما عشان طبعا هنا الحمام، فبحب ايه تبقى هنا دايما الحته دي مفروشه وكده. تمام، طبعا الحمد لله كل حاجه بقت زي الفل. وندخل بقى على المطبخ، كل حاجه برده في المطبخ كده زي ما احنا شايفين، خلصت كل حاجه طبعا، برضو كمان خلصت الحمام، يعني بحب الجزء ده كله كده مع نفسه يبقى ايه بقى نضيفه معايا وزي الفل. شايفين يعني طبعا عشان عندي هنا الطرقه منفصله عن الصاله، يعني هنا طبعا الطرقه فيها الحمام وفيها المطبخ، فبحب دايما الجزء ده اخلص منه اول حاجه خالص قبل ما اروح كمان على الشقه وقبل ما اعمل اي حاجه هناك. الحمد لله طبعا بقى بالنسبه لي منظر المواعين ده دلوقتي يعني اهم حاجه في حياتي، ما بقاش في معلقه في الحوض، دي اهم خطوه بالنسبه لاي ست ان هي ايه يبقى مطبخها نظيف وما فيش فيه اي حاجه. دي طبعا اللطقم اللي احنا كنا جبناها مع بعض اللي هي بتاعه الشاي واللي فيها الشاي والسكر، لسه طبعا بس هاملي سكر دلوقتي بس في البرطمان ده زي ما احنا شايفين، وحطيت هنا برضو الاعشاب، ودي كانت بتاعه سكر عندي وكانت الغطا بتاعها اتكسر، فقلت اما هستغلها كده واحط فيها ايه الحاجات دي كده.
تمام، والحمد لله خلصت كل حاجة، والرف ده كمان بغسله وبمسحه يمكن مرة كل أسبوع، بشيل المفارش دي وبغسله وبحطه تاني. أنا يعني ناس كتير قالت لي شيل المفارش، بس أنا الصراحة مش حابة يبقى منظر الرخامة كده محطوط. ممكن أغلفها برضو الصراحة بلون فاتح وأحطها، وهنا برضو بملى معايا المية، ودايما بملى ده برضو عشان بستخدمه لو أنا عاملة على الخزان وكده، بحب تبقى المية طبعا نظيفة. كل حاجه الحمد لله معايا زي الفل. البوتاجاز طبعا مغسول زي الفل، وزي ما شفنا مع بعض برضو في اول الفيديو. طبعا شلت الفوطه وحطيت فوطه بقى نظيفه، وطبعا برضو المسكه بتاعت الحيل والكلام ده برضو بغسلها طبعا اول باول، برضو بحط دايما واحده نظيفه. كل حاجه الحمد لله معايا في المطبخ زي الفل اهو، تمام كل حاجه. السجاده كمان اتهوت معايا طبعا زي ما انتم عارفين في الشمس في البلكونه، كنت حطاها من اول ما بدات اشتغل خالص. المشايه اللي هنا طبعا الصغيره لسه على الحبل، طبعا مش هتنشف دلوقتي، احتمال طبعا بكره بقى وكده. شايفين كل حاجه معايا زي الفل اهو. السجاده زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان انا عملتها بالفرشه مع شويه برسيل جيل، او لا اللي عندي اريال جيل، عملت بيها شويه كده ودعكتها وحطيتها في الشمس عشان طبعا مش هلحق اغسلها. وطبعا الجو مش مضمون بقى الايام دي، طبعا ممكن تغسلي السجاده دي تشتي عليها تاني، يبقى ايه عليه العوض ومنه العوض كده. يبقى انا خلصت الفيديو معاكم، كل حاجه تمام وزي الفل والحمد لله. هنا برضو ظبطت كل حاجة، كان عندي الصراحة كام سفاية كده كانوا بايظين فرمتهم، وحطيت كل حاجة في الطبق بتاع الفاكهة هنا. كل حاجة الحمد لله معايا زي الفل. هنا الأدوية برضو ببص عليها أول بأول، لو في حاجة طبعا يعني ما تنفعش إن هي تقعد، يعني مثلا في مضادات حيوية ما ينفعش لازم تقعد أسبوع واحد بس، برميها. وساعات الصراحة بحتفظ بالعلبة كده معايا عشان أبقى عارفة بس اسم الدواء، لو حصل حاجة لا قدر الله أبقى عارفة إن أنا هكرره، فاهمين ازاي؟ فيعني الحمد لله يعني دي علبه برضو خلصت معايا، فببقى عارفه بس ايه اسم الدواء، ممكن اسيبها كده معايا لو انا عايزاها خلال فتره مؤقته وكده عشان ابقى عارفه انا هستغلها تاني في ايه. وبكده يكون الفيديو بتاع النهارده خلص. استنوني ان شاء الله في الفيديو الجاي، وما تنسوش طبعا لايك للفيديو والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش في القناه، وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واستنوني ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، ومع السلامه.